أهلا وسهلا بكم من جديد، ومع الفقرة الثالثة والأخيرة، فقرة من المهجر. في هذه الفقرة نحاول أن نجعل البعيد قريب من خلال الفيديوهات التي تصل لنا من المغتربين خارج البلاد عبر الرقم الموضح أسفل الشاشة، فنحاول أن نعرض لكم طريقة حياتهم ومعيشتهم ورسائلهم الجميلة التي من خلال البرنامج تصل إلى أهاليهم هنا في اليمن السعيد. نذكركم أنكم بإمكانكم إرسال فيديوهاتكم الخاصة بهذه الفقرة، فقرة من المهجر، عبر الرقم الموضح أسفل الشاشة. في حلقة اليوم سنعرض لكم فيديو وصل لنا من المتألق أكرم العميسي. أكرم يعيش في السعودية مع أفراد أسرته، ولكن يظل شوقه لليمن باقي، فحاول في هذا الفيديو أن يوصل لنا طريقة حياته اليومية في بلاد الغربة. نتابع هذا الفيديو، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعرفكم عن نفسي أولا، أكرم العميسي، ممثل سابق في اليمن، مؤلف ومخرج حاليا. تحية خاصة إلى مقدمة البرنامج الأستاذة سعاد الخليدي، وخاصة في فقرة مراسلكم من أرض المهجر، وإلى طاقم البرنامج كافة، وإلى قناة السعيدة خاصة. وهذول أولادي رهاف، كيف أنت يا رهاف؟ الحمد لله. عبد الله كيف حالك؟ طيب. ونورة كيف أنت؟ وخر يدش تمام؟ جاوعين؟ يلا بسم الله. بسم الله. طبعا هذا غدانا في الغربة، دائما ما يكون هذه وجبتنا المفضلة، الشفوت، نبدأ بالشفوت وشفوت مع السلطة، بعدين السوسي العصير قبل ما تبرد. وبالعادة هذه وجبتي المفضلة دائما بنت الصح، بنت الصح. حتى قبل ما يجوا أولادي إلى هنا عندي الغربة، كان في جاري الطيب الله يذكره بالخير، عمت الرجاء في أبو بعيد، اتصال أولادي مش موجودين، أشتي بنت الصح، اتصال وجاني على طول للنحل. هذه تعتبر أنا بالنسبة لي بنت الصح، وجبتي المفضلة مع السمن البلدي مع العسل، ورحبوا على الحاصل. صدقت قال وقال غبني عليك غبني. طبعا انا خلصت الدوام الحين، بالعاده انا ما اروح المطاعم لان اولادي هنا والحمد لله، بس اليوم قررنا نروح مطعم شعبي يمني، اكلات شعبيه جميله جدا. بيتوافد على هذا المطعم السعوديين، الباكستان، المصريين، بنغلاديش، الهنود، من كل الجنسيات. مطعم رهيب جدا، تفضلوا معنا. نعاود على هذا المطعم، الأكلات الشعبية الرائعة مثل ما شفتوها، فول المدرة معروف، العليكة مع السمن، مع التمر، مع العسل، يفتقد السمنة بلدي بس، تفضلوا معنا. إذا المشاهدين الأعزاء من كل مكان، من داخل اليمن ومن خارج اليمن، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجاب الكثير، وشكرا لكل الأشخاص اللي بيشاركونا الفيديوهات المتنوعة، ونأمل منكم أن تكون فيديوهاتكم هادفة وذات معنى. نذكركم أنكم بإمكانكم إرسال الفيديوهات عبر الرقم الموضح أسفل الشاشة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.